بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع رساله يهوذا. رساله يهوذا اخر رساله في رسائل الكاثوليكون السبعه، رساله ليعقوب واثنين لبطرس وثلاثه ليوحنا واخيرا رساله يهوذا. مين ده يهوذا؟ لانه كتير بيختلفوا عليه. طبعا مش يهوذا الاسخريوطي لانه شنق نفسه، لانه يعني باع المسيح. انما يهوذا ده هو بيقول عن نفسه انه اخو يعقوب. عندنا اتنين يعقوب، في يعقوب ابن زبدي، وده اول واحد من ال 12 تلميذ راحوا السما. لقيها في اعمال 12 انه هيرودس قتل يعقوب ابن زبدي بالسيف. في يعقوب اخر اللي هو ابن حلفة او كلوبة، اللي هو كان اول اسقف لاورشليم، وده نسمع عنه في اعمال 15 لما اجتمعوا الاباء الرسل لموضوع التهود وخد القرار بالاجماع مع بقيه الاباء الرسل. فيهوذا اخو يعقوب ابن حلفة او ابن كلوب، لكن عشان يعقوب هو الاكبر سنا بقى دايما يتسمى يهوذا اخو يعقوب. كمان يعقوب ويهوذا دول يقربوا للمسيح له المجد حسب الجسد. ليه؟ لان عندنا مريم الاخرى اللي هي اخت العذراء، زوجة كلوبة أو زوجة حلفة، جابت يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا، اتنين منهم من تلاميذ المسيح الاتناشر. إذن يهوذا ده من تلاميذ المسيح الاتناشر، أخو يعقوب، وكان يهودي متدين وبعد كده بقى مسيحي. وعشان كده حتى هتلاحظوا أنه متأثر جدا بكتابات العهد القديم في رسالته. يهوذا في الوقت ده كان مشغول بهرطقة أو بدعة ظهرت في نص القرن الأول، أن طلعوا ناس ادعوا ادعاءات وفلسفوا المسيحية فلسفات، ويعني اتريقوا على الملائكة وأنكروا لاهوت المسيح، وابتدوا يبيحوا خطايا كتيرة ويقولوا ربنا مش هيزعل من الزنا ومن الحاجات دي، مجموعة من الأفكار الغلط اللي دخلت، اللي خدت عنوان بعد كده اسمه الغنوسية، اللي هي عبادة العقل أو تأليه العقل، أو إن الناس تفلسف المسائل زيادة وتطلع بره حق ربنا وكلام ربنا. فبسبب البدعة دي معلمنا يهوذا كتب الرسالة اللي هي من إصحاح واحد عشان يصد الهرطقة دي ويأكد للناس إن الإيمان المستقيم هو الإيمان اللي استلمناه من الأول، وإن الناس دول حسابهم صعب عند ربنا. يقول يهوذا عبد يسوع المسيح، اختار يقول عبد عشان يأكد على لاهوت المسيح، وأخو يعقوب عشان يعرف نفسه لأن يعقوب هو المشهور أكتر، إلى المدعوين المقدسين فالله الآب. يعني إذن بعت للمسيحيين، بدل بيقول مقدسين يبقى تقدسوا بالروح القدس في الميرون، ومدعوين يعني اخنالوا سر المعمودية، والمحفوظين ليسوع المسيح، يعني ربنا حافظهم عشان يرثوا الأبدية مع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحب. التحية المعتادة بتاعت الآباء الرسل. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، فاضطررت أن أكتب إليكم واعظا. واضح هنا أنه كتابة رسالة مش موضوع بسيط وسهل كده، ده محتاج صلاة كتير وفي تركيز وفي تحضير عشان توصل الرسالة من الروح القدس للناس. فبيقول أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك. إذا الرسالة دي بقصد شرح الخلاص وحمايته من الأفكار الغلط. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا، يعني قال أنا هوعظ شوية وهقول شوية أفكار، أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. تعبير جميل قوي، ودايما بيقولوا القديس يهوذا الإيمان المسلم. يعني إيه الإيمان؟ مش فكرة طلعت من دماغ حد، الإيمان حقيقة استلمناها من المسيح للأباء الرسل لتلاميذ الرسل للكنيسة لغاية النهاردة. سماها القديس بولس وديعة، دي حاجة استلمناها فما ينفعش تغير فيها، حاجة مش فكرة ابتدعناها، دي استلمناها، في فرق كبير قوي. وقال الإيمان المسلم مرة للقديسين، يعني ما لا يجوز فيه التعديل ولا التغيير. ما حدش يجي النهاردة يقول المسيح ما كانش ربنا، يبقى ده ضد الإيمان المسلم.
اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مر القديسين. يبقى في جهاد مرتبط بحماية الإيمان، أن الواحد يصد الأفكار الغلط ويتمسك بالإيمان المستقيم، وده اسمه جهاد مستمر. لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة. في ناس دخلت دخيلة، ودول اختلاس خلسة، يعني دخلوا كده بيتسحبوا عشان يلخبطوا دماغ الناس. كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، يعني دول معروفين عند ربنا ومصيرهم وحش. فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة. يبقى واضح أن أفكارهم وبدعتهم اللي يمشي وراهم يقع في خطايا الإباحية والدعارة، لأن هم بيخلطوا الأمور ببعض وفتحوا الباب لخطايا كتير. يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، يعني بدل ما ياخدوا نعمة الغفران فيعيش الإنسان مستقيم وصالح، ياخدوا نعمة الغفران ويستبيحوا الخطايا. وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. يبقى البدعة دي فيها جزء سلوكي يميل إلى الدعارة والإباحية، وفيها جزء عقيدي إنكار المسيح كإله. فأريد أن أذكركم، ده بقى القديس يهوذا يراجع معاهم الإيمان ويشرح لهم إزاي يردوا على الأفكار دي. أريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة. يبقى واضح برضو أنه هيعيد عليهم أفكار معروفة، مش بيقول لهم إيمانيات جديدة عليهم. أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. يعني عاوز يقول لهم في كل جيل في ناس بتؤمن وفي ناس بتتعوج وتمشي غلط، في ناس بتصدق اللي قاله ربنا وفي ناس بتألف أفكار غلط، ففي مؤمنين وفي غير مؤمنين من زمان. فقال لهم بعدما خلص الشعب من أرض مصر وقت ما موسى طلع بالعبرانيين وعدوا البحر الأحمر، أهلك الذين لم يؤمنوا، يعني دول خرجوا من البحر وعدوا وشربوا مية من الصخرة وكلوا من السماء، إنما هلكوا أغلبهم. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا الإيمان المسلم، ما كملوش السكة للآخر. والملائكة هيحكي كذا قصة عن ناس أو كائنات بدأت بإيمان وانحرفت. الذين لم يحفظوا رياستهم، يعني الملائكة اتخلقوا عشان يبقوا رؤساء في مكانة عظيمة يخدموا ربنا ويخدموا البشر، لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم، يعني نزلوا عن رتبهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم، يقصد إبليس وملائكته اللي هم رفضوا ربنا وعملوا كده يعني ثورة لوحدهم، حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام، يعني دول مقيدين للهلاك الأبدي. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذنت على طريق مثلهما، يعني سدوم وعمورة وبقية البلاد اللي تعلموا الزنا والفساد من سدوم وعمورة، لأنه ما كانش حتى زنا عادي، ومضت وراء جسد آخر، يعني الاستخدام الطبيعي للجنس حتى غيروه لخبطوا الدنيا، جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. عمال يذكر القديس يهوذا أمثلة لدينونة الله للمنحرفين عن الإيمان، بالذات للي بيستبيحوا ويستحلوا خطايا ربنا منح. فهنا بيقول سدوم وعمورة وبقية المدن اللي مشوا وراهم واللي أباحوا الجنس المثلي أو الشذوذ الجنسي، ربنا عاقبهم بعقاب شديد جدا نار أبدية. ولكن كذلك هؤلاء أيضا، ابتدى بقى يتكلم عن الناس المبتدعين اللي في وقته بعد ما ادى مثل على الشياطين اللي ضاعوا، وعلى اليهود اللي انحرفوا ولم يؤمنوا فهلكوا، وعلى سدوم وعمورة والبلاد اللي مشت في الإباحية، ابتدى يتكلم عن الناس اللي في جيله. هؤلاء أيضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة، يعني دول عايشين مع أحلامهم الفسدانة وينجسون أجسادهم ويتهاونون بالسيادة، يعني دول بيتريقوا على ربنا وعلى ملائكته وعلى السيادة، يعني ربنا له كل المجد والسيادة بيستهينوا به. ويفترون على ذوي الأمجاد، يعني تلاقيهم يتريقوا على كل القديسين والملائكة والأنبياء. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى
لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. يعني إيه؟ جاب مثل من العهد القديم مع أنه مش مذكور في العهد القديم. يعني إيه؟ في تقليد للعهد القديم، في قصص معروفة عند العبرانيين لم تسجل في العهد القديم لكن لها نفس قوة الإيمان عندهم. فكون القديس يهوذا اعتمد القصة دي معناه أن الروح القدس يؤكد أن القصة دي سليمة، معناها ما نلاقيهاش بالنص في العهد القديم. يبقى زي ما عندنا تقليد في العهد الجديد، في تقليد للعهد القديم. فالقصة إيه؟ أن وقت ما موسى كان بيموت، ربنا أخفى جسده لألا يعبدوا اليهود. فالشيطان لأنه عاوز يخلي اليهود يزوغوا ويعبدوا أي حاجة إلا ربنا، فقال يعبدوا جسد موسى، فحب يطلع يكشف عن جسد موسى لأن محدش يعرف مكانه من البشر. فرئيس الملائكة ميخائيل منعه. فالقصة دي عجيبة قوي، وذكرها القديس يهوذا في رسالته. لكن هو عاوز يستدل بحاجة، ان الملاك ميخائيل لما منعه حتى دي كان مؤدب وهو بيكلمه، ما كانش يتريق ولا يسخر ولا يفتري زي الجماعة دول. فيقول ايه؟ اما ميخائيل رئيس الملائكة لما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر ان يورد حكم افتراء، يعني ما قالش كلمة واحدة بافتراء، بل قال لينتهرك الرب. كل اللي عمله الملاك ميخائيل قال للشيطان لينتهرك الرب. ولكن هؤلاء جماعة المبتدعين دول يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة. يعني إيه؟ في حاجات واخدينها بالطبيعة زي الحيوانات، فهم مش بيتعاملوا كبني أدمين، بيتعاملوا كحيوانات غير ناطقة. يعني ربنا ميز الإنسان بالعقل والنطق، دول نزلوا لمستوى الحيوانات وزي ما الغريزة تحكمهم يقولوا هو ده الصح. ففي ذلك يفسدون، ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام. قايين برضو نزل إلى مستوى الحيوانات لما قتل أخوه، دول إخوات وما فيش غيرهم، إنما من كتر الحسد والغل والغيظ راح قتل أخوه زي حركات الحيوانات المفترسة. فهنا بيقول سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا في مشجرة قورح. ايه ضلالة بلعام؟ بلعام كان بيعلم الرئيس الوثني ازاي يخلص من اليهود، فكان التاني بيقول له إلعن الشعب، يقوم بلعام بضمير غير مستقيم يبقى عاوز يلعن الناس، بس هو ايه ما يقدرش يقول غير اللي ربنا عاوزه. وبعدين كان عينه في الهدية اللي هيبعتها الملك الوثني ده. فالحمار مرة، حمار بلعام تكلم عشان يردعه، عاوز يقول له في ملاك هيهلكك وانت مش شايفه لانك اتعميت من الفلوس ومن حب الماديات. وفي الاخر بلعام قال حاجة ضلالة ضللت الشعب، قال للوثنيين دخلوا البنات المنحرفين وسط العبرانيين، اليهود لما يقعوا في الخطية ربنا يسيبهم تقوموا تعملوا فيهم اللي انتوا عاوزين. فبالرغم ان هو كان يعتقد انه رجل الله، انما لم يكن رجل الله بل كان إنسان بيتعامل مع الشيطان. يقول انصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، يعني كل غرضه شوية فلوس فغير ضميره وعلم غلط. وهلكوا في مشاجرة قورح. قورح وداسان وأبيرام دول ناس اعترضوا على موسى وهارون وقالوا احنا ناخد الكهنوت زيهم، اشمعنا دول يبقوا كهنة وربنا مالوش غير دول بس. وفي الآخر هلكوا هلاك صعب، الأرض بلعتهم من غضب ربنا عليهم لأنهم كانوا بيعلموا غلط. كل الأمثلة دي اللي فيها ردع من ربنا ودينونة شديدة عشان الناس تصدق أن الناس اللي بتعلم غلط دي ليها حساب صعب. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، يعني قعدات الأغابي تلاقي واحد قاعد زي الطوبة زي الصخرة كده كلامه ناشف وعمال يلخبط دماغ الناس ويعلم أفكار غلط، فبيقول لهم دي تبقى الناس قاعدة في حالها وبتحبوا بعض ويطلع واحد كده زي الصخرة. صانعين ولائما معا بلا خوف، يعني يشتركوا في الحاجات دي لكن ما عندهمش خوف ربنا. راعين أنفسهم، هما كل اللي يهمهم نفسهم. غيوم بلا ماء، كلمة سحابة دايما إشارة إلى القديسين اللي نزلوا مطر يعني يشفعوا فينا ويصلوا عشاننا، وسحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، إنما دول مش سحابة، دول غيوم بلا ماء، دول منظر بس.
دول كأنهم معلمين وهم معلمين كدبة. تحملها الرياح، يعني إيه؟ على كل تعليم بقى وعلى كل هوى الناس يقولوا أي كلام. فتحملها الرياح، يعني مش سحابة قوية هتنزل مطر وتخدم الناس، إنما دي غيوم تحملها الرياح، يعني أي فكرة جديدة يمشي وراها حتى لو غلط. أشجار خريفية، خريفية يعني ما فيهاش ثمر، يعني تقع كل الثمر اللي فيها، لأن ربنا دايما يكلمنا عن الأشجار المثمرة، والثمر هو اللي يوزن عند ربنا، إنما الخريفية دي يعني يا إما ورق يا إما حتى ولا الورق فيها، أشجار عريانة كده بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة. هو يعني تحس انه القديس يهوذا زعلان جدا منهم ومتغاظ، فبيقول دول اشجار لا فيها ثمر وميتة منظر بس، وكمان هتبقى مقتلعة يعني هتطير مع الهواء بعد كده. امواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، يعني دول موجة تطلع وتنزل وفي الاخر شوية مية على الشاطئ وخلاص، منظر برضو هيصة وخلاص. ومزبدة بخزيهم يعني بيفتخروا بفضائحهم، بيتكلموا عن حاجات وحشة وكأنها حاجات كويسة. نجوم تائهة محفوظ لها ختام الظلام إلى الأبد، يعني ناس شكلها منور كده وعاملة لنفسها بريق، إنما دي زي النجوم التائهة اللي في الآخر هتروح في الظلمة محدش يعرف لها سكة. تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع، كده قلت لكم القديس يهوذا يعني شخص مذاكر قوي كتب العهد القديم وتقليد العهد القديم، فإحنا ما كناش نسمع إن أخنوخ له كتابات. أخنوخ السابع من آدم إحنا بنعرف إنه صار مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، فشخص بار واختفى بطريقة عجيبة. إنما مذكور في التقليد اليهودي إن له نبوة صغيرة، فبيقول الجماعة دول تنبأ عنهم أخنوخ السابع من آدم، يعني سابع واحد بعد آدم، قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاطا فجار. يعني إيه؟ أخنوخ السابع من بعد آدم قال نبوة لم تسجل في العهد القديم لكن مسجلة في التقليد اليهودي، إذا الروح القدس اعتمد صحتها تماما بذكرها في العهد الجديد، وقال قد جاء الرب في ربوات قدسي. شوفوا أخنوخ ده من فجر التاريخ يعني قبل نوح، وبيتكلم عن مجيء المسيح الأخير عشان الدينونة، فكأن ربنا بيكشف للأنبياء والأبرار حتى أسرار النهاية من كتر علاقته بيهم. ربنا جاي مع ربوات قديسي ليصنع دينونة على الجميع، إذا الدينونة على الكل لكن في جزاء وفي عقاب، ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، يعني ربنا مش هيسيب الناس دول في غلطهم، له حساب شديد معاهم، وعلى جميع الكلمات الصعبة، بس الكلام الصعب اللي اتريقوا بيه على ربنا وعلى الملائكة والتعاليم الغلط اللي نشروها ربنا له حساب معاهم، التي تكلم بها عليه خطاطا فجار. يبقى تلاحظوا ان الفجور والاسم والاباحية مرتبط باهانة الله والاستباحة حتى في الكلام على ربنا. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، دول دايما زي زهقانين كده وطول الوقت يشكوا وما بيعجبهمش العجب، وسالكون بحسب شهواتهم، دول ناس يدعوا التدين لكن كل اللي بيحركهم شهواتهم. وفمهم يتكلم بعظائم، يقولوا كلام كبير زي الفلاسفة كده ويفتخروا، إنما كل ده منظر. يحابون بالوجوه من أجل المنفعة، يعني إيه؟ يعني يحبوا يشتروا الناس بالكلام، يحاب الوجوه، المحاباة اللي هي الرياء والنفاق، فيقول كلام كبير كده عشان الناس تمشي وراه. أما أنتم، شوفوا كل الكلام اللي فات عن عقاب الله لهؤلاء الهراطقة وإيه اللي بيقولوه وحش، وإن العقاب ده مستنيهم زي ما ربنا أدب وعاقب أشرار كتير في التاريخ. أما أنتم أيها الأحباء، إذا بيكلم المؤمنين الحلوين، فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح،
إذن الرسل كانوا بيعلموا الناس وبيقولوا المسيح الكذا وكذا وحسبوا من الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة. فهنا قديس يهوذا بيقول لهم افتكروا اللي علمه لكم الرسل. فإنهم قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجور. إذن ربنا يسوع نبهنا إن هيجي معلمين كذب. ده بقى الرسل جم وقالوا هيجي معلمين كذب. وفي كل جيل بننبه الناس في تعاليم غلط، في تضليل، في معلمين كذبة، في أفكار تميل إلى الإباحية وتلخبط في صورة ربنا وتألف كلام عن ربنا. سالكين بحسب شهوات فجورهم، هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم. يعني إيه؟ حاطين نفسهم كده زي في برج عاجي وهم معتزلين بأنفسهم، يعني بيعبدوا نفسهم وعاوزين الناس تبص لهم بإكرام شديد، ويعني حاطين حدود لنفسهم كأنه محدش يقدر يدخل حياتهم ولا يعرف أسرارهم. نفسانيون لا روح لهم. نفسانيون يعني ممكن يكون جواهم عقد وحاجات كده نفسية ملخبطة بتخليهم يستبيحوا ويعلموا غلط ويكسروا صورة ربنا. لكن كمان نفسانيون ممكن تبقى طريقتهم في الوعظ والتعليم نفسية. هو في طريقة روحية، يعني الواحد يصلي ويمسك في الإنجيل ويشرح اللي قاله ربنا مصحوب بتعليم الكنيسة السليم، ويبقى غرضه توبة الناس وخلاصهم. إنما الجماعة النفسانيين دول بيبقى غرضهم يحركوا مشاعر الناس في الاتجاه اللي هم عاوزينه، يلعبوا على نفسية الناس، يحركوهم بطريقة غشة ويقدروا إيه يتوهوهم كده في مجالات ملخبطة. والحاجات دي موجودة كتير دلوقتي، طيارات نفسية يعني تصعوط الناس وتحركها كده، لكن ممكن تدخلهم في سكك كلها غلط. نفسانيون لا روح لهم، يعني الروح اللي بيحركهم مش هو الروح القدس، ده كلام نفسي بس شكله حلو وناس كتيرة بتنبهر بيه لكن مفهوش روح. انما احنا ناس روحيين مش نفسانيين، لا نفسانيين ولا جسدانيين، احنا ناس روحيين عاوزين نمشي ورا الروح القدس اللي يعلمنا الطريق المستقيم والتوب. واما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس. خلاصة الكلام بقى في اخر رسالة يهوذا يقول حسبوا من الناس دول، وانتم بقى ابنوا نفسكم على ايمانكم الاقدس. كلمة جميلة قوي. معناه ان الايمان الاقدس هو حجر الاساس وكل حاجة روحية فوق منه، فالمبنى الروحي كله مبني على اساس الايمان، فما فيش حد يقول انه روحاني والاساس ملخبط، يبقى المبنى مش حقيقي. ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس مصلين في الروح القدس، يبقى صلاة روحية مش نفسية. واحفظوا انفسكم في محبة الله، دايما خليكم عايشين في محبة ربنا منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح، مستنين المسيح اللي جاي على السحاب يرحمنا للحياة الابدية. وارحموا البعض مميزين، شوفوا الحكمة دي، وانتوا بتعملوا عمل رحمة خلي عندكم تمييز لألا حد يسحبكم في سكة غلط، لألا ترحم واحد يكون مستحق التأديب، ولألا ترحم إنسان يكون هياخدك ورا في سكة تعليم غلط. وخلصوا البعض بالخوف، في ناس لازم تسمع رسالة تخوفها عشان تتعدل. مختطفين من النار، يعني شدوا الناس من جهنم كده الحقوهم قبل ما يموتوا عرفوهم سكة ربنا الصح. مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، يعني الإنسان الروحاني يكره الخطية وسيرتها وكل ما يرتبط بيها، مش ممكن يكون إنسان روحاني حقيقي ويوارب الباب مع الشر ويقول ده كويس وده كويس، الشر شر والصح صح. يقول والقادر أن يحفظكم غير عاسرين، يعني ربنا يحميكم ما تتكعبلوش في الكلام الغلط ده. ويوقفكم أمام مجده، يعني ربنا يحضرنا لما نقف قصاده في السماء نقف كده لابسين اللبس الأبيض بلا عثرة بلا لوم. يوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، يعني اليوم ده يبقى يوم مبهج ونبقى فرحانين قوي وإحنا واقفين قصاد ربنا، غير الأشرار اللي هيبقوا مرعوبين في اليوم ده. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان. احنا قلنا هما بيشككوا في ربنا نفسه وبيشككوا في السلوك المسيح، فهنا ختم بإعلان حقيقة إلهنا، قال الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور أمين.
إذن رسالة يهوذا رسالة ضد الهرطقة أو ضد الإباحية، ورسالة فريدة من نوعها لأنها إصحاح واحد، قريبة شوية لبعض المعاني اللي ذكرها بطرس في رسالته الثانية. سؤالنا في الحلقة دي، إيه أنواع الأفكار الغلط اللي علموا بها الهراطقة؟ إيه الجزئيات اللي موجودة في هرطقة هذا الجيل؟ لأن في كذا فكرة هنا واضحة إن هم علموا بيها غلط، وكان القديس يهوذا بيصدها. مرة أخيرة بنفكركم إن إحنا لينا الإيميل الخاص بالبرنامج، ومن خلاله تقدروا تبعتوا الأسئلة، ولينا لقاءات مع أسئلتكم، وإلى لقاء في حلقات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.